بالظبط. نروح بقى سيدنا لقضية تانية وهي فكرة الميراث، ويمكن كان في كذا حكم ناس كتير اتكلمت عنهم واخرهم استئناف القاهرة، بخصوص انه ما فيش تفرقة ما بين الذكر والانثى في الميراث. في القانون الجديد ايه وضع المسيحيين في فكرة الميراث؟ عايز اقول لحضرتك ان في البند الثالث او المادة الثالثة في الدستور المصري بيشهد ان المسيحيين يتم كل شيء يخصهم حسب شرائعهم. طبعا حسب شرائعهم، واختيار قيادتهم بحسب شرائعهم. وده يعتبر بند جيد في الدستور المصري. نقطة الميراث كانت نقطة تاهت في وسط القوانين، وكان بيتحكم بيها بحسب الشريعة الإسلامية. بالضبط. كويس، زي ما حضرتك ذكرتي، في المسيحية، في المسيح يسوع ليس ذكر ولا أنثى، الجميع واحد. فالرؤية المسيحية الكتابية الإنجيلية إن هو زي هي، لكن لأن المادة دي تاهت وحسب الشريعة الإسلامية في أزمنة سابقة تاهت الحكاية ده، والناس اعتبرتها أمر طبيعي، لكن هو مش طبيعي في المسيحية. والأحكام الأخيرة اللي اتخذت في أحكام الميراث إن نصيب الولد زي نصيب البنت بالظبط، وزي ما حضرتك ذكرتي إن ربما كان في شروط قبل كده، إنه لازم يبقى في اتفاق، يعني يبقوا متفقين إن إحنا هنقسم بالتساوي بالطريقة ده هي. لكن هو الواقع والحقيقي واللي يرضي ربنا زي ما بيقولوا، وبحسب الفكر الإنجيلي الكتابي إن الاتنين زي بعض، ميراث الولد زي ميراث البنت، وده الفكر الأصيل، لأن الولد والبنت قدام المسيح واحد. بالظبط، مفيش تفرقة أو مفيش واحد قيمته أقل من التاني. في بعض المناطق يا سيدنا جرت العادة أنه البنت ما تتكلمش في الموضوع ده، أو البنت نصيبها مش زي الولد. طبعا يمكن العادات والتقاليد بتسيطر عليهم، او يمكن هم شايفين اللي حواليهم بيعملوا كده فنصيحه قداستك النهارده للناس اللي بتفكر بالاسلوب ده، حتى لو مش هيلتجئوا المحكمه يعني فيما ما بين. اصل هي الفكره ايه؟ الفكره جايه يعني اصلها ان هو انا لما بدي نصيب للبنت زي الولد، نصيب البنت بيروح لزوجها. كويس؟ بس زوجها ده غريب عليا. بالظبط، مش كده؟ دي الفكره، دي الفكره، الفكره الرئيسيه. لكن لو انا افترضت ان هذا النصيب بيروح لبيت بنتي، بيت بنتي، بنتي وجوزها واولادها وبناتها، يبقى المعنى يتغير. عشان كده انا يعني بناشد الاسر المسيحيه انها تهتم بالفكر ده وتزرعه، وما تخليش المال سبب لخلافات جوه البيت الواحد. أنا بناشد الأسر المسيحية الاهتمام بهذا القانون، وتساوي الولد والبنت، لأنه هذا التساوي أمام الله مش أمامنا كمجتمع. والحاجة المهمة جدا إن ما خليش المال سبب في خلافات ما بين الأسر. وإذا كان بنتي وابني بعملهم بنفس التساوي ده، دي علامة من علامات الحب لهم هما الاثنين، ومفيش داعي ان انا اشعر بنتي انها اقل من ابني لاي سبب، سواء الكبير او الصغير، سواء هو او هي، لكن في قدام المسيح هما متساويين. وده شيء مهم جدا، وان كان تاه في سنوات كتيرة قبل كده، لكن لازم نرجع له. مهم ان احنا كنا نركز على الرساله دي النهارده يا سيدنا، لانه فعلا المشاكل ساعات بتبتدي من فكره الميراث وتتوسع بقى، تتشعب في نقط تانية كتير، وبص نلاقي في عداوه شديده ما بين اخوات ملهاش سبب غير فكره الميراث.